طيب نيجي للعدو. انا هعمل يا جماعة شوية سمك بربوني. بصوا فريش ويجنن ولونه خطير. تعالوا شوفوا حلاوته عاملة ازاي. تحفة. سمك البربوني من سويسي. سمك البربوني من الاسماك اللي طعمها مميز. مميز جدا. كأنكم كده بتاكلوا حاجة شبه الجمبري. لحمها طبعا لونه روز. هو بيتغذى على الجمبري صح يا رنو؟ فبيبقى واخد من طعمه. خلاص هيعجبكم جدا جدا جدا. طيب انا جبت سمك البربوني اتبله بقى تتبيله حلوه، زي ان انا احط له ايه، كرفس وكزبره وفلفل حار وليمون وتوم وبهارات سمك اللي احنا استلفناها. تعالوا نقول تاني مقاديرنا. يلا بينا. عندي هنا هعمل شويه صياديه البربوني. انا بعمل الرز ده علشان احط عليه سمك ده. طيب هعمله ازاي؟ اربع سمكات، خمس سمكات، ست سمكات، سمك بربوني. خلاص. وبعدين التتبيله، ثوم، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، كمون، بهارات سمك وكرفس، وفلفل حار، ودقيق طبعا للتغطيه. وبعدين محتاجه تاني بقى ان انا اجيب دقيق واروح متبلاه واقليه. نقول تاني المقادير. يلا بينا. صياديه سمك البربوني تنفع طبعا مع اي تتبيله لاي سمك. واحد سمك عندي هو بربوني، ثوم متعودين، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، وكمون، وبهارات سمك. خلاص. شويه كرفس وفلفل حار، ودقيق، وبس للتغطيه. انا مش عايزه اي حاجه تاني. عايزه اقول لك انت ممكن تشيلي بهارات السمك. ليه؟ السمكية بتاعتي حلوة. السمكية بتاعتي مش محتاجة. بصوا لونها عامل ازاي. بصوا حمرها. وشايلين كمان هنا السلسلة. حاجة كده احنا بناخدها جاهزة على الأكل. حاجة كده احنا بناخدها جاهزة على الأكل. بصوا عامل لونه عامل ازاي. بصوا خطير. طيب هعمل ايه برضو في الكبة. انا بحب دايما يا جماعة التتبيلة تكون ناعمة معي يعني. ونقول الو يا حبيبي. ايه يا قلبي عامله ايه؟ وحشاني. وانت كمان يا حبيبتي. انت اخبارك حلوه؟ حلوه يا حبيبتي. طول ما انت حلوه انا حلوه يا قمر. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا. امبارح وحشتنا ما جيتيش. كنت تعبانه شويه. يا حبيبتي ألف سلامة يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ما تحرمش منك أبدا. الله يخليكي يا قمر. بقول لك يا شيف زياد، قولي لي يا روحي، لما أعمل 3 كيلو سردين أحط قد إيه ملح؟ كيلو سردين معلقتين؟ 3 كيلو. 3 كيلو. بصي هنحط 4 معالق. أنت هتعمليه بالملح الخشن؟ هو سردين صغنن صح؟ يعني وسط، ولا صغير قوي ولا كبير. طيب قوي. طيب بصي انا حطيت للكيلو معلقتين ونص. للكيلو معلقتين ونص. عايزه اقول لك كنت ما كملتش اسبوع واتفتح عليه واتاكل. ما انت عامله كان جميل صدقيني. كان تحفه. طب اغسل ولا ما اغسلوش؟ لا يتغسل طبعا. يتغسل. يتغسل ويتصفى ويتنشف. ماشي يا حبيبي. يتغسل. منك يا قلبي. ونشيل الراس ونشيل السلسله عشان يبقى جاهز على الاكل على طول. ماشي يا حبيبتي. شكرا يا قمر. انت كنت عامله تسلم ايدك، كان جميل. وحياتك ده حلو قوي قوي، هيعجبك. ما انا عارفه يا حبيبي انت ما تعمليش حاجه وحشه ابدا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا والله. ربنا يبارك لي نفسي كده ويبعد عنك كل وحش يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي. ربنا يخليك وجوزك كده يا حبيبي. شكرا. شكرا يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. وسلامي لكل اللي عندك. بصوا بقى انا هنا بقلب الرز. بصوا لونه عامل ازاي. بصوا انا هديت عليه النقط. بصوا لونه عامل ازاي. انا عامله حبه رز طبعا قليلين ماشي، والخلطه عندي اللون خطير، اللون حلو قوي. طيب حاضر، هحط خل وهضربها. حطيت ليمون وحطيت 7 بهارات، وحطيت برضو التتبيله بتاع سوري بهارات السمك. هحط برضو بابريكا وملح. حاضر. وفلفل اسود وكمون لازم حتى ولو ايه. وهضرب كل ده وهتبل بيه السمك، واحط في الدقيق واقلي.
تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف حلاوته هيطلع عامل معانا ازاي. استنونا. حتى في قليته ريحته غير اي سمك تاني، حتى في ريحه القلي بتاعه غير اي سمك تاني. مبوظ الرز يا استاذه دينا يرضيكي. بصوا بقى هحط في الدقيق بعد ما تبلته. طبعا بصوا بتبله ازاي، بدخل عندي هنا التتبيله جوه اهي، شايفين في السمكيه اهي، بصوا التتبيله مغرقة عندي هنا السمكية اهي. هي عم علي هي معاها اهي. بصوا غرقانة بالتدبيلة. وده واخيني يا لمونة. بصوا بقى ونحط كده الدقيق. ماما كانت دايما تقول لي وانا بتبل معها زمان تقول لي نفضي الدقيق علشان ما يحرقش الزيت، نفضي الدقيق علشان ما يحرقش الزيت. اهو يا ماما اهو ماشي ونتبل. على فكره السمك احنا بقالنا شويه بنجيبه من حلقه السمك، مش عايزه اقول لكم يعني نفسي انزلها، انا بحب اتفرج على السمك جدا. ان شاء الله ان شاء الله لو عرفنا نعمل حلقه في حلقه السمك هبقى مبسوطه بيها قوي. بس كده تبلت خلاص اهو، وهركن وهشيل المناديل الجوانتيات بتاعتي لحد ما دي خلاص كده ده يستوي. هعمل لكم بقى صوص ينزل على السمكية وعلى شوية الرز ماشي، مش عايزة اقول لكم هيخلي الطعم للاتنين حاجة كده تبقوا عايزين تاكلوها كل يوم. مش كده؟ اي خدمة يا استاذة دينا. لا يا عم علاء ما تزعلش يا عم علاء، اهو اشيلها لك خالص. ماشي خلاص كده. بصوا انا بس عايزة اقلب الرز. ده ايه اللي عم علاء من الناس اللي بتحب اللي هي بتعمله. عم علاء وانت طبعا يا دندن. احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على عم علي. انا ما قلتش اي حاجه تانية. بس هو لو يبطل افهاته اول ما يدينا افهاته اقول له صباح الفل يا عم علي. بصوا لونه عامل ازاي، لونه خطير، وده لونه اخطر، مش عارفه افرجكم على ايه ولا ايه ولا ايه. انا جايه. بصوا يا جماعه حلاوته، بصوا استوى والتتبيله كمان بالخضار عليه في حته تانيه. ما بحطش ليمون بقى غير لما يخرج. ليه بقى الليمون احطه كده وكانه هو والله مش محتاج، انا مش هحط عليه، انا مش هحط عليه عشان هو ما ينفعش يتحط عليه، يعني ما ينفعش نداريه. تحفه تحفه التتبيله يا استاذ محمد. ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. حضرتك ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله كله كويس. اهلا بيك، اول مره اتكلمنا. صراحة اول مره اكلم حضرتك. اهلا بحضرتك. بتفرج عليك كل يوم والله. طب والله الحمد لله ده شرف كبير ليا. بتتفرج متفرج؟ بتحب المطبخ ولا بس بتحب الاكل يكون حلو؟ احيانا يعني احيانا. لكن ما تحبش تدخل المطبخ كتير؟ لا والله بدخل والله ساعات. طب والله، طب بتعمل ايه؟ يعني اغلبها باستات الصراحه عشان اكون صريح معاكي، يعني على طول حاجات في حاجه بقى عجبتني يعني على النت بخش اجربها. طب والله برافو عليك. طب قول لي عاجبك الاكل النهارده، ليك في السمك ولا؟ ما اسكندراني مفيش حد اسكندراني اصلا. لا يا جماعه خلاص. طب ايه احنا بقى يعني عارف لو نهدي صوتنا بقى ونقول طب ايه رايك في اللي بنعمله؟ لا سلم ايديك. طب ربنا يخليك. عمرك جربت قبل كده انك تتبل السمك بدبس التمر؟ لا يعني افتكاسه. انا بصراحه ما جربتش.
طب هتجربه؟ جربته يعني عشان اكون امين معاكي. طب هتجربه ولا حاسس ان هو لا حاجه بعيده مش هتدينا؟ لا هنجربه لازم، هيعجبك قوي. بس انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. حضرتك مره عملتي النودلز ذات نفسها وحطيتيها من غير ميه ولا حاجه واستوت مع حضرتك، انا عماله اقلب النت عشان اشوف الوصفه دي مش لاقيها. طيب بص، النودلز بالخضار. ايوه ايوه، دي عايز اقول لك دي اول ما الولاد بيبقوا عايزين نودلز اقول لهم بس هناكلها بالطريقه دي الا لا. دي حلوه قوي. انا دورت عليها ما لقيتهاش. طيب. لقيت الوصفه الثانيه اللي حضرتك كنت عاملاها بالمكرونه العاديه. هقول لحضرتك، احنا بنحط الاول الخضار مع الثوم مع الجنزبيل الفرش، وبنحط كوسه جوليان، جزر جوليان رفيع، فلفل الوان برده جوليان كله رفيع خلاص. تمام. والكوسه على فكره بتبان طعمها كانها افوكادو، ما بتبانش خالص ان هي طعم الكوسه بس. تمام. وبقلبها كويس جدا، وبعدين عايزه احط صلصه، بحط صلصه وبحط صويا صوص، بحط حبه ميه قليلين جدا جدا، وبحط ايه النودلز، وبعدين هي على طول بتروح يعني مستويه هوا. حسيت الميه قليله حط تاني نص كوبايه ميه. انا كنت عامله كميه ساعتها ثلاث يعني حاجات، ثلاث باكيتات نودلز. طبعا انت على قد المعيار بس الميه ما تكونش كتيره، يعني اللي هو ما تغطيهاش، يعني يا دوبك تكون نص كوبايه ميه على الكيس بس كده، هتطلع معاك تحفه وهتعجبك قوي. تعالوا بقى نشوف الصوص الخطير اللي هنعمله. يلا بينا. هعمل ايه؟ كوبايه طحينه، عليها كوبايه زبادي، عليها شويه زيت زيتون، عليها بقدونس مفروم، شويه ميه، خل وليمون، ثوم مفروم، وفلفل حار، وملح، وفلفل اسود، وسماء، ونعناع فريش لو عايزين للتقديم. نقول تاني المقادير. يلا بينا. عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا صوص هعمله للصياديه، عباره عن كوبايه طحينه، كوبايه زبادي، زيت زيتون، طماطم مفروم، بصل احمر مفروم، بقدونس مفروم، فنجان ميه، وخل وليمون، وثوم مفروم، وفلفل احمر حار، وملح، وفلفل اسود، وسماء. واروح اجيب الطبق علشان احط فيه الرز. لا بصوا بقى لون الرز يا جماعه وحلاوته، يا نهار ابيض. بصوا لون الرز مفلفل ازاي، مفيش اي حاجه لازقه معايا هنا خالص، اهي بس مفيش اي حاجه لازقه معايا هنا خالص، فله. بصوا بقى الرز ولونه، عرفتوا بقى المحلات بيعملوه ازاي؟ ما بنلاقيش فيه بصلايا، عرفتوا التركه فين؟ اهي، ان احنا بنضربه بالكبه، نخليه عصير، ولا ايه رايك يا دعاء؟ ايه رايك في الكلام ده؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تسلمي ايد حضرتك. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يحفظك يا فندم. بصي بقى يا جميل، كان لي عند حضرتك سؤال. اتفضلي. انا كل اللي اعرفه عن الشاي شاي ساده وبلبن وبنعناع، والشاي اللي حضرتك عملتيه باللي هو بالبرتقال. في انواع ثانيه للشاي؟ في انواع ثانيه للشاي؟ وصفات يعني ثانيه للشاي. ممكن شاي خوخ، ممكن شاي تفاح، ممكن شاي يوستافاندي. انت بتاخدي اي نكهه وبتعمليها شاي. يعني زي البرتقال بس بغير بقى نوع الفاكهه. بالظبط. في زي طيب. ما بقول لك في فانيليا. طيب يا ريت حضرتك ما تنسانيش بتحويجه البن اللي قلت لك عليها. حاضر اصل انا مش كيفه قهوه بس هدور لك. حاضر. ماشي. معلش كنت عايزه اسال بس حضرتك، هو الرز البسمتي بينفع في خلطه المحاشي ولا ما جاذبش؟ في المحاشي لا بينفع طبعا، بينفع في المحاشي وبيستوي وكل حاجه. سامعين يا دودو؟ ايوه يا فندم. ماشي بيبقى حلو. تسلمي لي يا حبيبتي، مع الف سلام. الله يسلم. بصوا بقى السمكيه اتقلت مفروده ازاي اهي، تحسوا ان هي طايره. حاضر. تحسوا ان هي طايره بس كده. طيب هعمل الصوص سريعا علشان نقدمه برضو ومش هلحق اقلي دول. بصوا بقى طحينه سريعا اهو خلاص، وعندي هنا زبادي والثوم. السلطه دي يا جماعه هتعجبكم قوي، بصل
وعندي هنا كمان الخضرة والفلفل والسماق والليمون، وعندي هنا الطماطماية اهي والخل، وهضرب كل ده واحط له زيت زيتون بس كده. مش عايزه اقول لكم هتبقى تحفه ازاي مع الاكله دي اهو. يلا بينا. بس كده خلصنا. تقولوا لي حاجه؟ اي خدمه. حاضر. خلاص كده هحط عندي هنا الصوص في الطبق التقديم، واحط عليه شويه زيت زيتون. بصوا بقى لونها عامل ازاي، هتعجبكم جدا. من النعناع اهي يا بنتي، ونحط ده هنا. بس كده انا خلصت. هرش عليه رشه بصل من اللي احنا عاملينها اهي، بتبقى حلوه قوي. القصر وحش قوي. وطبعا البقدونس اهو. السمكيه يا جماعه انتوا مش متخيلين حلاوتها هتبقى عامله ازاي بالتتبيله دي، وانها مقليه مفتوحه. احنا هناكل على طول، السلسله متشاله في كل ده، هيبقى بس جاهز على الاكل.